شكرا. والندوة ستكون للاجئون والأسرى. لمتابعة هذا البرنامج والبرامج الأخرى لمركز الجالية الفلسطينية، بإمكانكم دائماً التواصل معنا والإطلاع على نشاطاتنا خلال موقعنا الإلكتروني الذي هو pacusa.org. That's pacusa.org. الوقت المخصص للمحاضرة اليوم هو 20 دقيقة، يتبعها إجابة أسئلة الحضور. راجيين من كل المشاركين على الإنترنت أن يكتبوا أسئلتهم في خانة المحادثة على التطبيق في الشات بوكس. والآن أرجو من الزميل صالح ربيع، عضو مجلس إدارة المركز، أن يتفضل لتقديم المتحدث معالي الدكتور وليد عساف وإدارة النقاش والحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إكرار وإجلال لشهدائنا الأبرار، وتحية الأمل بالله بفرج قريب لكل الأسرى من سجون وزنازين الجلاد الصهيوني، والشفاء للجرحى والعودة للمبعدين وكل اللاجئين، وفلسطين محررة بإذن الله. يرونها بعيدة ونراها قريبة، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. محدثكم صالح ربيع، عضو مؤسس في مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية. هذا الصرح الذي ما فتئ يوما إلا وهو على رأس العمل الجالي المنظم والهادف لبناء والهادف والبناء في طريق رفعة الجالية وتوعيتها للدفاع عن حقوقها وتحصيلها، وبالتالي تكون رافدا قويا لشعبها وقضيته العادلة، وذلك عبركم وعبر دعمكم وعبر النشاطات الكثيرة والمتعددة، ومنها هذا النشاط، حيث نفتح نافذة على الوطن من خلال أولى حلقات هذا النشاط بين الأمل والألم، حوار مع الوطن. وكما قالت زميلتي وأختي ريم، تحل علينا اليوم ذكرى عطرة للتصدي والصمود، ألا وهي ذكرى معركة الكرامة الخالدة، حيث سطر فيها فدائيو هذا الوطن أسمى معاني التضحية والفداء للدفاع عن الأرض والعرض، حيث تمكنوا بعون الله من دحر قوات الإرهاب الصهيوني، وكانوا حجر عثرة في وجه مخططاته للاستيلاء على البوابة الشرقية لفلسطين، فتوقف الزحف الصهيوني عند حدودها. كذلك تمر علينا في نفس الوقت ذكرى عيد الأم، فتحية كل التحية لتلك الأم الفلسطينية، أم الجبارين، فمن رحمها ولدت الثورة، وبحنانها تربو ثورتنا وتتقدم نحو فجر الحرية الآت. تلك الأم التي تتحمل كل عبء العائلة وتماسكها، فتشكل بذلك المظلة الرئيسية لاستمرار الجميع بالشعور بالأمل وتغيير الحال إلى أحسن حال. أمنا الفلسطينية هي أم الشهيد، أم الجريح، أم الأسير، أم المبعد، أم المشتتين في بلاد اللجوء، أم المناضلين، أم الفدائيين، أم المقهورين. فكل التحية لتلك الأم الفلسطينية. كذلك لا ننسى ذكرى يوم الأرض، ففي 30 من آذار الحالي، حيث انتفض شعبنا بكل فئاته وعماره لصد عدوان الاحتلال الغاشم وسياسته في بلع وتهويد ما تبقى من الأرض وضمها لمشروعه التوسع الكبير، فكانت انتفاضة شعبنا شوكة في حلق الاحتلال، منعت وخربت عليه أحلامه البغيضة، حيث وبعد كل سنوات الاحتلال ظن الاحتلال أن الجيل القديم قد مات ولم يورث الأجيال الجديدة حب الأرض والوطن والإنسان والهوية، فثار ذلك المارد الفلسطيني في وجه الاحتلال وحطم أمانه. إخوتي وأخواتي الكرام، يحضرنا ضيف
وأخ عزيز على قلوبنا من قامات هذا الوطن الجميل، المناضل الصلب ورجل الميدان الأخ الدكتور المهندس وليد عساف أبو علاء ابن قرية كثر لاقف من قرى شرق القيلية. أخونا أبو علاء كان وزيراً للزراعة ما بين عامي 2012-2014، وقد أبلى بلاءً حسناً وقضى وقته وهو بين ظهراني الفلاحين نصيراً لهم وداعماً لهم على الأرض مرابطاً ومتواجداً معهم كل الوقت، وهو كذلك رئيس لجنة الأراضي ومواجهة الاستيطان من عام 2006 وعضو في باقة من المنظمات والمؤسسات الأخرى، حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة الهندسة والتكنولوجيا في باكستان. أخانا وحبيبنا أبو علاء أبى إلا أن يشارك في هذا البرنامج رغم إصابته بالكورونا، فألف الحمد لله على سلامتك أخي أبو علاء. أخي أبو علاء أهلا وسهلا بك ضيفا. مساء الخير. أهلا وسهلا بك ضيفا وصاحب بيت في برنامج بين الأمل والألم، حوار مع الوطن. نود أن نسمع منك ما تحب قوله لجاليتنا الفلسطينية الأمريكية في المهجر، فتفضل مشكورا. مساء الخير لكم جميعا، أشكركم على هذا الترحاب وأشكركم على هذه الدعوة، و يعني يسعدني أن أكون معكم ومن اللحظة الأولى التي دعيت فيها قررت أن ألبي هذا النداء، رغم أنني كنت مصاب بداية إصابتي بوعكة الكورونا وكنت أتوقع أن تنتهي المسألة مبكرا، لكن يعني بقيت المسألة صعبة حتى الليلة الماضية. الحمد لله اليوم أنا أطمئنكم أنني بخير ولم تنتهي، لكنني اليوم بخير وقررت أن أخرج معكم بالرغم من أن لازلت محجوراً داخل غرفتي. يسعد مساكم جميعاً، أشكركم على هذا التقديم وأشكر الجالية الفلسطينية وهيئة الإدارية على هذه الدعوة، وأقول كل عام وأنتم بخير للمرأة الفلسطينية، للأم الفلسطينية المعطاءة التي لها الفضل الكبير علينا جميعاً على تربيتنا وعلى كل الجهود التي تقوم بها، على سواء جهود اجتماعية أو نضالية أو وطنية أو اقتصادية أو سياسية أو في كل المجالات. المرأة الفلسطينية اليوم شريكة للفلسطينيين، وفي المجلس التشريعي القادم سيكون لها إن شاء الله أكثر من ربع المقاعد، ما بين 26-30% من عدد المقاعد في كل القوائم، وهذه فرصة تقر للمرأة بدورها، ونأمل أن يأتي اليوم الذي تستطيع فيه المرأة أن تحصل على 50% من المقاعد دون كوتا، بل إقراراً بدورها وبمشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أقول أيضاً أهنئكم بذكرى يوم الكرامة، هذا اليوم العظيم الذي استعاد فيه العرب روحهم بعد هزيمة كانت أن تنهيهم إلى الأبد. هذا اليوم يوم الكرامة عندما كان الخيار أمام مقاتلي حركة فتح، وكان الخيار أمام مقاتلي منظمة التحرير وجيش التحرير الفلسطيني، أنه لا يوجد هنا اليوم فرصة للمناورة ولا الدبلوماسية. هنا القرار بعد هزيمة 67 هو أن نواجه وأن نخرج عن قواعد حرب العصابات وحرب الفدائيين، وأن نخوض حرباً كلاسيكية ندرك تماماً أنها قد تؤدي لنهايتنا، ولكن أمام الانسحابات العربية في حرب 67 كان يجب أن نصمد في المعركة. كل التحية للذين خاضوا المعركة وللشهداء 128 شهيداً، 28 منهم من جيش التحرير و96 شهيداً من حركة فتح الذين سقطوا في هذه المعركة، وتحية للجيش الأردني الذي شاركنا في هذه المعركة وكان نصيراً للفدائيين، وتمكن الجميع من التصدي وكسر هجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلقنه درس. أقول أنه أترحم على شهيد المقاومة الشعبية الذي استشهد بالأمس، الشهيد عاطف حنايشي في قرية بيت دجن، هذه البلدة الباسلة التي تخوض المقاومة الشعبية
في الظروف الصعبة، بالرغم من في محاولة إنشاء بؤرة استيطانية في أعلى قمة شرق نابلس. هذه القمة التي وصلناها قبل حوالي شهر ونصف أو شهرين، ذهبنا إلى هناك ونجحنا في الوصول إليها، وفوجئت عندما وصلت إلى قمة الجبل، جبل يسمى المراحات، حيث تكون حيث تقع مناطق سهلية كبيرة فوق الجبل. ولكن المهم في هذا المكان أنه يطل على الأغوار الوسطى من البذان حتى النصارية والجفتلك والحمراء وحتى نهر الأردن، ويطل على الخط الواصل، ما يسمى بخط اللون الواصل بين الحمراء باتجاه طوباس سهل البقيعة، وباتجاه إلى أن يصل إلى كردل وبردل كرب بيسام. ويطل هذا الموقع أيضا على سفو على نهر الأردن، على غور الأردن بالكامل، وكذلك على سفوح وجبال الأردن بالكامل. هذا الموقع الاستراتيجي مثله مثل كل المواقع الاستراتيجية التي اختارت إسرائيل المستوطنون أن يبنوا فيها بؤرهم الاستيطانية اليوم ليستكملوا تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات. أنا أدرك أن البؤر 17 التي خضنا النضال ضدها في العام الماضي، أو 18 بؤرة خضنا ضدها النضال في العام الماضي ونجحنا في إزالة 12 بؤرة منها، وبقي منها جزء لا زال النضال مستمر حتى إزالتها. أتحدث عن جبل العرمة وسقوط شهيدين، ونمنا هناك ليالي في مواجهة الاحتلال. بالمناسبة بعد غد سيقوم المستوطنون بمحاولة جديدة للسيطرة على قمة جبل العرمة، واسمه مع قمة مرتفعة جدا، جبل صبيح في بيته، وأهالي بيته الذين نجحوا أن لا يتطأ قدم مستوطن واحد في أراضيهم الممتدة عشرات آلاف الدنمات. وكذلك في خلة حسان في بدية، وفي منطقة الراس في سلفيت، وفي دير بلوط، وفي جبل جمجمة في حلحول الخليل، وكذلك في منطقة بتير، وفي الوادي المخرور، وفي خلة النحلة في بيت لحم، وكذلك في منطقة شرق القدس. كل هذه البؤر التي يحاول المستوطنون إنشاءها الآن، شرق رام الله في دير جرير، وكلكم تذكرون ذلك الحاج صاحب المقلعة المعتقل الآن من قرية دير جرير وقرية كفر مالك وقرية لمغير حيث سقط الشهيد أيضا قبل شهرين، وفي عبوين حيث نجحت المقاومة الشعبية في إزالة البؤرة، وفي المزرعة الغربية حيث نجحنا في إزالة البؤرة من جبل نعلام. نحن نتحدث عن انتصارات للمقاومة الشعبية، لكن حتى نصل يعني إلى حتى نسير بشكل منهجي، أريد أن ألخص بعض القضايا. وأنا أدرك أن الموضوع كان يمكن أن يكون مع الخرائط، مع عرض خرائط مريح جدا لكم، لو لم تكن ظروف الكورونا منعتني من الخروج من البيت لمدة حوالي 12 يوم. على كل حال، إسرائيل عندما احتلت الأراضي الفلسطينية قامت بإنشاء ما يسمى بحكومة عسكرية في داخل إدارة الجيش. هذه الحكومة العسكرية كانت تدير أمور الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت تسميها المناطق المدارة. هذا بدأ منذ عام 67، ولذلك تم تعيين ضابط لشؤون التعليم، ضابط عسكري من شؤون الأراضي، ضابط لشؤون المياه، ضابط لشؤون الصحة، وبالتالي بدأوا هؤلاء ما يسمى بهؤلاء الضباط من جيش الاحتلال، وكانوا يشكلون حكومة عسكرية لإدارة الأوضاع. حتى ينجحوا في ذلك قاموا بسن مئات الأوامر العسكرية. الأوامر العسكرية تعني قوانين عسكرية تنفذ في ظل الأحكام العسكرية وفي ظل السيطرة العسكرية لجيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. لكن هذه الأوامر العسكرية في القانون حسب اتفاقية جنيف الرابعة لا يجوز أن تكون ضد القرارات أو ضد القوانين السائدة في هذه الأراضي. لكن إسرائيل بطبيعة الحال لا تحترم لا قانون دولي ولا اتفاقية جنيف الرابعة، وكانت إسرائيل قد وقعت على هذه الاتفاقية، اتفاقية جنيف الرابعة التي تنظم وضع قوات الاحتلال، لكنها سحبت توقيعها ولم تعترف بعد ذلك بأن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة، بل سمتها المناطق المدارة إلى أن جاء حكم الليكود عام 77 وسماها وغير التسمية وسماها منطقة يهودا والسامرة، وأعاد بهذه التسمية اسم أسماء توراتية سابقة
ليؤكد أو ليريد أن يرسل رسالة بأن هذه الأراضي هي أراضي يهودية كانت فيها مملكة يهودا ومملكة السامر وأنها ليست للفلسطينيين وأن لا حل سياسي بل مع الفلسطينيين على أساس منح دولة فلسطينية فيها. ولذلك علينا أن ندرك ماذا يخطط له الإسرائيليون. إسرائيل تخطط لدولة واحدة من النهر إلى البحر. هذه مقدمة إسرائيل الكبرى التي تريد إسرائيل إنشائها في المنطقة. لكن كل ذلك يتحقق أو يتقدم مع ظروف وموازين القوى السائدة في المنطقة. لذلك عندما جاءت معركة الكرامة وأوقفت المد الإسرائيلي داخل إلى الشرق باتجاه الأردن، نعم في هذا اليوم هذه المصادفة أن نشوء الثورة الفلسطينية أعاد إسرائيل إلى الكمكم، أعادها إلى داخل الأراضي الفلسطينية، إلى داخل فلسطين، ولم يسمح لها بالانتقال إلى خارج فلسطين. لكن حتى مع تطور النضال الفلسطيني عادت القضية الفلسطينية أو عادت الثورة الفلسطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية أعادوا الهوية الوطنية الفلسطينية، وبدأ الجميع يتحدث عن حل للقضية الفلسطينية داخل فلسطين وليس خارج فلسطين، حيث كان طرح حزب العمل بإنشاء دولة فلسطينية في الأردن أو الوطن ما يسمى بالوطن البديل. على أي حال أنا أريد أن أدخل في صلب الموضوع وليس في السياسة. الحكومة العسكرية التي أنشأتها إسرائيل بعد عام 67 لإدارة شؤون المناطق أو الأراضي أو ما يسمى إدارة المناطق المدارة وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، أنشأت لها أو سنت لها مجموعة كبيرة من الأوامر العسكرية. هذه الأوامر العسكرية كان مهمتها أن تسيطر على كافة القضايا الاستراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة. والقضايا الاستراتيجية تتحدث عن الأراضي والمياه والبناء والشركات. ولذلك أصدرت إسرائيل مجموعة من الأوامر العسكرية تحت ما يسمى بقوانين بأوامر عسكرية أو قوانين الأراضي. أهم وأخطر هذه القوانين في موضوع الأراضي هو قانون أملاك الغائبين أو الأمر العسكري بأملاك الغائبين. وضعت فيه كافة أملاك ممتلكات المواطنين الذين لم يكونوا في ليلة الخامس من حزيران أثناء احتلال إسرائيل للضفة الغربية لم يكونوا في منازلهم، وضعتها تحت تصرف ضابط أملاك الغائبين. وهذه إحدى أدوات السيطرة على الأراضي. اثنين، الأمر العسكري الآخر الذي يخص الأراضي هو الأمر العسكري بإعلان أراضي الدولة، حيث عينت إسرائيل ضابطاً عسكرياً لإدارة أراضي الدولة. وأراضي الدولة كانت أيام الحكومة الأردنية هي 550 ألف دنم. قامت إسرائيل لاحقاً بحسب قانون البور العثماني عام 80 81 82 83 في هذه الأعوام الأربعة قامت باستخدام قانون عثماني قديم تم إلغاؤه قبل قرن ونصف تقريباً. استخدمت هذا القانون، سحبته من الجوارير واستخدمته واعتبرته، عدلت عليه بأمر عسكري، اعتبره أمراً كاشفاً وليس منشئاً، أي أنه أي أرض يتم اكتشاف أنها لم تزرع خلال 3 سنوات سابقاً يتم مسرتها وإعلانها أراضي دولي. وتحت هذا الأمر العسكري صادت إسرائيل والقانون صادت إسرائيل 1,200,000 دنم جريدات، وبالتالي أصبحت أراضي الدولة 1,750,000 دنم، وهي تساوي 24% من مساحة الضفة الغربية، أي أن الأراضي الدولة الآن في الضفة الغربية هي 24% من مساحة الأراضي. معظم هذه الأراضي تقع في السفوح الشرقية والأغوار، وسأقول لكم لاحقاً لماذا. الأمر العسكري الثالث الذي أصدرته إسرائيل للسيطرة على الأراضي هو الأمر العسكري بإعلان مناطق عسكرية أو مناطق تدريب عسكري أو مناطق مغلقة لأغراض عسكرية. وهذا القانون وهذا الأمر العسكري، وهو حسب اتفاقية جنيف الرابعة، يبيح للاحتلال إنشاء إعلان منطقة عسكرية مغلقة لاستخدام الجيش لتمكينه من إدارة المناطق المحتلة. لكن هذا إسرائيل استخدمت هذا القانون بشكل بشع جدا، واستغلت هذا الأمر العسكري
فأعلنت تقريبا 1,160,000 منهم من الأراضي الفلسطينية أعلنتها مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق تدريب عسكري، أو منعت الفلسطينيين من الوصول لها على أنها مناطق يعني ذو بعد عسكري، مثل المناطق المحاذية لنهر الأردن حوالي 160,000 دنم أغلقت على أنها مناطق ممنوع العبور منها أو المرور منها. ثم جاءت مسألة المحميات الطبيعية، وقامت إسرائيل بالإعلان عن 256,000 دنم كمناطق محميات طبيعية. هذه المحميات الطبيعية الهدف منها هو منع الفلسطينيين من استخدام هذه الأراضي للتطوير أو للزراعة أو للبناء أو لأي أغراض أخرى، في حين أنها تقوم بالسماح للمستوطنين بتحويل المحميات الطبيعية إلى مستوطنات وإلى بناء وإلى مناطق خضراء وإلى كل شيء، وتسمح للمستوطنين باستخدامها بالكامل. المسألة قانون الأمر العسكري الخامس الذي استخدمته إسرائيل أو الذي قامت بإصداره ليسهل عليها عملية الاستيطان والسيطرة على الأراضي هو قانون الاستملاك. وقانون الاستملاك هو قانون أردني أصلاً، وهو قانون متوفر في كل الدول، ولكن قانون الاستملاك هذا لم يستخدم ولا مرة لصالح الفلسطينيين. استخدم في كل المرات للسيطرة على مناطق معينة لاستخدامها كطرق أو استخدامها لمنشآت تخدم الإدارة المدنية أو تخدم سلطات الاحتلال، ولم تسمح باستخدام هذا القانون لاستملاك أراضي لمصلحة السكان الفلسطينيين الذين يقعون تحت الحكم العسكري. الأمر العسكري الآخر الذي أصدرته هو قانون توحيد القدس، وهو قانون وليس أمر عسكري، قانون تم سنه في الكنيست. الأوامر العسكرية يقوم الحاكم العسكري أو قائد الجيش الإسرائيلي بإصدارها، ولكن القانون هذا تم إقراره في الكنيست، وهو قانون توحيد القدس، وصدر مباشرة بعد احتلال القدس مباشرة، أي في 9 حزيران بعد احتلال القدس بخمسة أيام تم إصدار قانون بذلك. على أي حال، هذه القوانين العسكرية هي التي لصالح السيطرة على الأراضي الفلسطينيين، ومن خلالها تم السيطرة على كما ذكرت 24% لإعلانها أراضي دولة، 18% مناطق عسكرية مغلقة، حوالي 256,000 دنم أي حوالي 4.5% مناطق محميات طبيعية. وكذلك تم الإعلان عن طرق التفافية بمساحة 3% من مساحة الضفة الغربية، وبناء المستوطنات فيما مساحته تقريبا 450,000 دنم أي 9.5% من مساحة الضفة. وكذلك تم بناء الجدار، وحجز خلف الجدار اقتطع خلفه حوالي 540,000 دنم أي ما يساوي 10.6% من مساحة بالمئة من مساحة الضفة الغربية. إذن هذه عمليات السيطرة على الأراضي، لم يتبقى لدى الفلسطينيين تحت سيطرة الفلسطينيين أكثر من 46% ما تبقى حتى الآن، وهو أيضا تحت الصراع مع جزء منه تحت الصراع مع المستوطنين، وجزء منه لا زال تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي فيما يسمى مناطق جيم. المسألة الأخرى، القانون الآخر أو الأوامر العسكرية الأخرى التي قررها أو اتخذها الحكومة العسكرية برئاسة قائد الجيش أو قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال هي الأوامر، قوانين المياه. وقوانين المياه أوامر عسكرية، صدر عدة أوامر عسكرية للسيطرة على المياه الفلسطينية. هذه الأوامر العسكرية للسيطرة على المياه هي التي تحد من التنمية بشكل كامل، تحد من قطاع من تنمية قطاع الزراعة، وتحد من سيطرة الفلسطينيين على الأراضي. الأراضي التي تحرم من المياه هي تتحول إلى أراضي بور، وبالتالي قامت إسرائيل بمنع حفر أي أبر أول أمر عسكري بشأن المياه، تحويل المياه لصلاحية ضابط شؤون المياه في جيش الاحتلال أي في الحكومة العسكرية. المسألة الثانية، منع حفر أي بئر مياه، ولذلك لم يحفر أي بئر مياه منذ عام 67 حتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 94. ثم بعد ذلك لا زال حتى الآن تمنع إسرائيل حفر أي أبار جديدة إلا باتفاق من خلال اللجنة المشتركة. وكذلك تمنع إسرائيل إنشاء أي
خطوط مياه أو أي خزانات إلا بموافقة ضابط شؤون المياه في جيش الاحتلال. لذلك سيطرت إسرائيل على المياه، وبهذه الطريقة قامت بمنع مد إنشاء خطوط مياه منذ عام 67، منع حفر آبار، منع إنشاء خزانات جديدة. ولذلك تستمعون عن اقتلاع آبار المياه، تدمير آبار المياه، اقتلاع خطوط الري، اقتلاع خطوط الناقلة، وتدمير الخزانات الذي نشهده بشكل شبه يومي تقريباً في معظم المناطق وخاصة المصنف جيم. الأوامر العسكرية، الجزء الثالث من الأوامر العسكرية الذي أصدرته إسرائيل هو قوانين أوامر عسكرية بخصوص تعديل قانون التنظيم والبناء. وتعديل قانون التنظيم والبناء قامت إسرائيل بإنشاء مجلس تنظيم أعلى. هذا المجلس مكون من ضباط في جيش الاحتلال بأكمله. هؤلاء الضباط هم الذين يسمحون بالبناء، يمنحون رخص بناء أو لا يمنحون. وبالتالي صحبة صلاحيات الضباط أو صحبة صلاحيات عفواً الفلسطينيين من إدارة شؤونهم في عملية منح تراخيص بناء أو على المراحل منحها، وأصبحت تراخيص البناء كلها تحت سيطرة ضابط شؤون البناء التنظيم البناء الذي لديه مجلس تنظيم. هذا المجلس التنظيم قام بتعديل قانون التنظيم والبناء بحيث أنه منع البناء في غير المناطق المخصصة له والتي تتبع والتي تعتبر ضمن نفوذ القرى والمدن، حيث سمح بإنشاء أو أقام بإقرار مخططات هيكلية للمدن والقرى، وهذه المخططات الهيكلية لا تتسع لأي عملية تطور سكاني على الإطلاق. وبالتالي حاصر البناء الفلسطيني في داخل مناطق محصورة جدا. على سبيل المثال بلدية رام الله منذ عام 66 لم تتغير مساحة البناء فيها، وبقي مخطط البناء مخطط الهيكلي لمدينة رام الله منذ عام 66 وهو آخر مخطط هيكلي أقر في عهد المملكة الأردنية الهاشمية، لا زال هو الذي يحكم مساحة مدينة رام الله. هذا رام الله التي كانت عدد سكانها، رام الله والبيري طبعا، عدد سكانها عام 93 كان حوالي من 31 ألف مواطن، الآن يعيش فيها حوالي نصف مليون مواطن في نفس المساحة التي لم يتم إضافتها ولا زيارتها، بل بالعكس أنشأت مستوطنات في محيطها لمنع توسعها على الإطلاق. ولذلك مدينة نابلس أيضا مخططها الذي أقر عام 66 بقي يسار المفعول حتى إلى أن جاءت السلطة وتم توسيعه ضمن نطاق مناطق ألف وباء فقط. نفس المسألة مع باقي المدن والقرى. مدينة قلقيلية التي تعتبر أكثر مكان كثيف سكانيا في العالم، 4000 دنم يعيش فيها أكثر من 55 ألف مواطن، أنشأ المرة الأولى التي يتم توسيع مخططها الهيكلي قبل عامين، بعد الجهود استمرت أكثر من 10 سنوات لتوسيع مخططها الهيكلي. وأنتم تعلمون 4000 دنم هي مساحة مزرعة فقط، لذلك مدينة قلقيلية عندما تم توسيع مخططها إلى 8000 دنم وهي المساحة الواقعة داخل الجدار الذي يحيط بالمدينة، قام بعد أن اتخذت كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والتخطيطية والهندسية، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف تنفيذ هذا المخطط الذي تمت المصادقة عليه من جميع الجهات. ولذلك الآن قلقيلية تتوسع وتبني بشكل غير رسمي خارج إطار مخطط الهيكلي، وآلاف المباني خارج هذا المخطط بدون تراخيص، ولكن هذا هو الخيار الذي أمامنا. على أي حال، الأوامر العسكرية الرابعة التي أصدرها تصدرها الحكومة العسكرية الإسرائيلية أو ضابط الأراضي هو تعديل قانون الشركات. وتعديل قانون الشركات الأردني كانت هناك نقطة أساسية مهمة فيه. القانون الأردني، قوانين الأراضي وقوانين الشركات لا تسمح بالاتجار بالأراضي أو تملك أراضي للأجانب، جاءت إلا لأغراض استثمارية. وجاءت الحكومة الإسرائيلية وقامت بتعديل بأمر عسكري تعديل قانون الشركات الأردني لتسمح فيه بإنشاء شركات يملكها أجانب أي يهود ليقوموا بالاتجار بالأراضي وتسجيلها ونقل ملكيتها. فأنشأ أكثر من 650 شركة يملكها مستوطنين ويملكها يهود لتقوم بالاتجار بالأراضي.
هذه 650 شركة تقوم بعمليات، لديها مئات المحامين، لديها مئات الملايين من الدولارات، وتقوم باستخدام كل إمكانياتها وإمكانيات أجهزة الاستخبارات والمخابرات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أجل أن تقوم بعمليات تزوير واسعة لنقل ملكيات الأراضي، خصوصاً أن جزء كبير من ملاك الأراضي يقعون يعيشون خارج الضفة الغربية، أي أن حوالي 50% من المواطنين الفلسطينيين الذين يمتلكون أراضي يعيشون في الأردن أو الكويت أو دول أخرى. وبالتالي بدأت أكبر عمليات تزوير لنقل ملكيات الأراضي. على أي حال سأتحدث لاحقاً عما فعلناه في هذول في هذه النقاط، لا أريد أن أتوسع في الأوامر العسكرية، أريد أن أكتفي بالمحاور الأربعة. محور الأوامر العسكرية بخصوص الأراضي أعيدها من جديد: أملاك الغائبين، أراضي الدولة، مناطق عسكرية أو محميات طبيعية أو قوانين الاستملاك أو قانون توحيد القدس، قوانين المياه وهي السيطرة على كل مقدرات المياه وعلى أي إنشاءات لها علاقة بالمياه مثل أي خطوط مياه أو خزانات أو آبار مياه، قانون البناء والتنظيم وهو يسيطر على عملية منح المخطط الهيكلية والمسارق عليها، وكذلك منح التراخيص وهو يشترط بأخذ ترخيص بأن يكون هناك مخطط هيكلي، ويشترط المخطط الهيكلي موافقة مجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي في الإدارة المدنية، وهكذا لا مقسوم توكلي ولا صحيح تقسمي وكل ذات تشبع. مطلوب تراخيص، وإذا فيش ترخيص بدنا نهدم، وبالتالي روح خد ترخيص، فيش ترخيص بدك مخطط هيكلي، فيش مخطط هيكلي بنرجع في الحركة المفرغة بلا تراخيص. قوانين الشركات التي سمحت للمستوطنين بإنشاء 650 شركة للتجار وتزوير الأراضي. إذن ننتقل على الخطط الإسرائيلية التي وضعتها إسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني. منذ عام 67 وضعت إسرائيل الخطة الأولى وهي ما يسمى بخطة ألون. خطة ألون، ألون كان وزير الزراعة الإسرائيلي عام 67 في حكومة حزب العمل، ووضع خطة. هذه الخطة تستهدف منطقتين: السيطرة على الأغوار والسفوح الشرقي، وهي تساوي 28.5% من مساحة الضفة الغربية. الخطوط هذه القضية تم وضع طريق يسمى طريق وهمي، سمي بخط ألون. لاحقا تم تعبيد شارع على امتداد الضفة الغربية من الجنوب إلى الشمال، من قرية الظاهرية جنوبا بالقرب من النقب، يمر وصفي بالقرب من شرق الخليل، ثم شرق القدس، بالقرب من حاجز الكونتينر، ثم حاجز غرب رام الله، حاجز جبع، ثم حاجز الطيبة شرق رام الله، ثم حاجز معلي أفرايم شرق نابلس، وحاجز الحمراء في الأغوار الوسطى، ثم حاجز التيسير شرق طوباس. وهذا الشارع الآن هو شارع معبد. كل المناطق الواقعة شرق هذا الشارع هي كلها بالكامل هي مناطق أصبحت يمنع فيها البناء بالكامل. في خطة ألون يتم الحديث عن هذه المنطقة كأنها المنطقة الأمنية التي تقع في الشرق، في شرق الضفة الغربية، للدفاع عن الضفة الغربية أو للدفاع عن حدود إسرائيل الشرقية أمام أي خطر قادم من الشرق. وبالتالي تم البناء 32 مستوطني أثناء حكم حزب العمل في سنوات من ما بين 67 و77، أي قبل أن يبدأ الاستيطان العقائدي في الضفة الغربية. ثم النقطة الثانية التي يشملها خطة ألون هي السيطرة على القدس، وتحت هذا الباب قامت إسرائيل بتوحيد مدينة القدس الشرقية والغربية. كانت مساحة القدس الشرقية 6 كيلومتر مربع، تم توسيعها إلى 72 كيلومتر مربع، وتم ضمها إلى القدس الغربية التي كانت مساحتها 59 كيلومتر مربع. وبالتالي أصبحت مساحة القدس الموحدة 131 كيلومتر مربع. في قانون القدس الكبرى الذي صدر في نهاية عام 2017 في شهر 12، قامت إسرائيل بتوسيع حدود القدس الكبرى بسن قانون سمي قانون القدس الكبرى، وتوسيع ضم 3 مناطق كبرى إلى القدس، وهي منطقة غوشة سيون، المنطقة الاستعمارية الواقعة ما بين مدينة بيت لحم وما بين مدينة الخليل، والتي يوجد فيها 23 مستعمرة، أكبرها مستعمرة بيتار عليت التي عدد سكانها حوالي 79 ألف مستوطن.
ثم ضمت أيضا المنطقة معالي أدوميم شرق القدس والتي تقع فيها 13 مستعمرة كبراها مستوطنة معالي أدوميم التي يبلغ عدد سكانها حوالي من 60 ألف مستوطن، وضمت كذلك في المنطقة الشمالية الواقعة باتجاه مدينة رام الله والبيرة ضمت أيضا منطقة بزقات زائف، وبالتالي هكذا تم إضافة 125 كيلومتر أخرى مربع طبعا إلى مدينة القدس، تصبح مدينة القدس تقريبا ربع مليون كيلومتر مربع. وهذه إذن خطة ألون تشمل توحيد القدس وتوسيعها لتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، توسيعها من ناحية الشرق لكي تصل إلى حدود نبي موسى وحدود البحر الميت، وهكذا يتم قسم الضفة الغربية إلى قسمين. الآن نحن نخوض هذه المعركة الآن، على أي حال ضم منطقة غوش حتسيون لفصل مدينة بيت لحم عن مدينة الخليل، وضم منطقة بزقات زائف لكي يتم فصل مدينة القدس وبيت حنينة وشعفات وغيرها عن مدينة رام الله والبيرة من أجل إنشاء مناطق صناعية، مناطق استعمارية، وأكبر مستعمرة سيتم إنشائها في الضفة الغربية الآن هي المستعمرة التي ستنشأ فيما يسمى مطار كولومبيا سابقا، وهي تقريبا 11 ألف شقة، سيتم بناء عمارات ضخمة جدا، وسيتم منح المتدينين في وسط تجمعات فلسطينية، أي أن المستعمرة الجديدة في مطار كولومبيا لحرمان الفلسطيني من استخدام هذا المطار ولاحقا، وكذلك لإنشاء أكبر مدينة استيطانية تتبع مدينة القدس الكبرى داخل في منتصف التجمعات الفلسطينية، تمزيق الوحدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الفلسطينية في منطقة شمال القدس. على أي حال هذه خطة ألون وضعها حزب العمل، لندرك تماما أنه لم يأتي في إسرائيل من يريد أن يصنع السلام مع الفلسطينيين، وبالتالي تم تنفيذ هذه الخطة حتى عام 77. هذا الاستيطان سمي الاستيطان الأمني، تم إنشاء فيه 14 مستوطن في مدينة القدس الشرقية، وتم إنشاء 32 مستوطن في الأغوار والصفوح الشرقية. عام 77 فاز حزب الليكود بالسلطة في الانتخابات، وبدأت أكبر عملية استيطان منذ نشوء أو منذ الاحتلال بما يسمى الاستيطان العقائدي. جاءت حركة غوش أمونيم الاستعمارية ووضعت خطة، وضعها خبيران من حركة غوش أمونيم هما سموتريش، وبالتالي تمت هذه الخطة، تمت على أساس إنشاء 50 كتلة استيطانية أو 50 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تتوزع في كافة مناطق الضفة الغربية لتسيطر على مفارق الطرق وعلى المناطق الفاصلة بين المدن، وكذلك المناطق الاستراتيجية المرتفعة والمناطق الأثرية والمناطق التي لها بعد تاريخي وديني. وهذه المستعمرات 50 أن يتم إنشاء خلال 5 سنوات ما بين 78 إلى 83، وقام حزب الليكود فعلا بالعمل على بناء هذه المستوطنات 50 خلال هذه الفترة، وكانت تتزامن مع فترة إذا تذكروا جميعا فترة كامب ديفيد، وكانت الأمة العربية في حالة تراجع، وتم نقل مستوطني شمال سيناء، مستوطني ياميت في شمال سيناء، تم نقلهم بأكملهم إلى الضفة الغربية، وأنشأت مستوطنات قرني شمرون وجنوت شمرون والقناة وأريئيل وألون موري ومستعمرة غوش عتسيون بطار إليت معالي أدوميم وقدوميم، وكذلك مستعمرات أخرى كثيرة جدا شاب شمرون. تم إنشاء هذه المستوطنات، وكانت حرب الاستيطان بدأت بشكل حقيقي في وسط الضفة الغربية وفي محيط المدن. أول مستوطنة أنشأت مستوطنة ألون موريش شرق نابلس بالقرب من بيت دجم، وهي يعني البؤرة الجديدة التي استشهد فيها الشهيد عاطف تقع في الامتداد النفوذ التي تريد هذه المستوطنة التوسع باتجاهه لأهميتها الاستراتيجية. ثم أنشأت بعد ذلك مستعمرة شافي شمرون والتي تقع على المدخل الغربي الشمالي لمدينة نابلس، ثم أنشأت مستعمرة
قرني شمرون وكدوميم على المدخل الغربي لمدينة نابلس، ثم أنشأت مستنطقة صهار وبراخة وإثمار على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس. وأنا أتحدث عن هذه المستوطنات، يعني كنت أتمنى أن تكون خرائط أمامي لتروا بأنفسكم كيف أنه تم إنشاء غلاف استيطاني استعماري في محيط كل مدينة من مدن الضفة الغربية لعزل المدينة عن ريفها وللتحكم في حركة الفلسطينيين وفي توسع هذه المدن بشكل كامل ليتم خنقها، كما هو الحال في مدينة رام الله حيث أنشأت مستوطنة بزغوت جبل طويل في المنطقة الشرقية، تم تطوير مستوطنة بيت إيل في المنطقة الشمالية، وكذلك تم تطوير مستوطنة أخرى نبي يعقوب في المنطقة الشرقية الجنوبية، وكذلك بزغات زائف في المنطقة الغربية الجنوبية، وأنشأت مجموعة من المستوطنات في المنطقة الغربية، لذلك مدينة رام الله ومعسكر عوفر في الجهة الغربية الجنوبية ومطار كولومبيا وعطاروت في المنطقة الجنوبية مباشرة بين رام الله والقدس، وهكذا حصرت مدينة رام الله ولم يبقى أمام مدينة رام الله سوى اتجاه مدينة بير زيت فقط، وبالتالي أغلقت كل المداخل لتوسع مدينة رام الله والبيري، وتعيش الآن مدينة رام الله والبيري في حصار. هذا نفس المسألة تصير الآن تدور الآن في منطقة الخليل وبيت لحم. لذلك أنا أريد لا أريد أن أدخل في التفاصيل، الحديث طويل جدا، أريد أن أقول أن خطة متتياهو دروبلس التي وضعتها حركة غش أمونيم وتبناها الليكود واليمين الإسرائيلي خطة تقتضي بالسيطرة على كل أراضي الضفة الغربية. هذه الخطة الآن الخطة الاستعماري الآن يسير نحو تنفيذ أربعة محاور رئيسية. المحور الأول هو السيطرة على الأغوار بالكامل. المحور الثاني هو السيطرة على المناطق الواقعة غرب الضفة الغربية، وهي المناطق الواقعة خلف الجدار، وهي تساوي 10.5% من الضفة. منطقة الأغوار 28%. المخطط الثالث أو المحور الثالث في الخطة هو السيطرة على مدينة القدس وحصارها وعزلها بالكامل عن الضفة الغربية، وأنشأ غلاف استيطاني كبير حول مدينة القدس ما يمتد جنوبا من مستعمرة جيلو وهار جيلو جنوبا بالقرب من بيت جالة، ثم مستعمرة جبل أبو غنيم والتي تدركون حجم المشكلة التي حصلت عام 97 بإنشائها، ثم تمتد شرقا باتجاه مستعمرة كيدار كيدار ألف وكيدار باء، ثم مستعمرة معالي أدوميم شرقا، وكذلك كفار أدوميم منطقة مستعمرة كفار أدوميم في الشمال الشرقي، ثم باتجاه مستعمرة آدم والنبي يعقوب والواقع في الجهة الشمالية الشرقية، ثم مستعمرة عطاروت في الجهة المنطقة الشمالية، وبزغات زائف في المنطقة الجنوبية الشمالية الغربية. هكذا طوقت مدينة القدس وعزلت بالكامل. هناك أربع ثغرات في هذا الغلاف الاستعماري حول مدينة القدس، تتم الآن محاولات السيطرة على هذه الثغرات، وتدور الآن المعركة في هذه المناطق مثل منطقة المنطار شرق السواحلي، منطقة واد الحمص بالقرب من بيت صفافة، ومنطقة الواقع أيضا حيث يتم إنشاء مستوطنة جديدة ما بين مستعمرة جبل أبو غنيم أو غير حماة وما بين جيلو في امتداد بيت لحم، وكذلك هناك محاولة لإغلاق بالقرب من قرية جبع في شمال شرق القدس لتوسيع مستوطنة آدم، ومنطقة المطار مطار كولومبيا الذي تحدثت عنه قبل قليل. هذه الأربع ثغرات إذا تم إغلاق سيتم عزل مدينة القدس بالكامل عن الضفة الغربية. الآن المخطط الإسرائيلي إذن هو الجزء الثالث فيه هو السيطرة على مدينة القدس. الجزء الرابع هو إنشاء الكتل الاستيطانية الكبرى. الكتل الاستيطانية الكبرى تقوم بتقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات، وكل هذه الكنتونات تقوم على ثلاث كنتونات رئيسية: كنتون الجنوب، كنتون الوسط، كنتون الشمال. ثم يتم تقسيم كل كنتون إلى كنتونات صغيرة، كل محافظة معزولة عن الأخرى، ثم تقسيم كل محافظة عزل المدينة عن الريف وعزل وتقسيم الريف إلى كنتونات صغرى. هذه من خلال إنشاء المستوطنات وربطها مع بعضها البعض من خلال بؤر استعمارية جديدة تسيطر على قمم الجبال وسهولها. هذا المخطط الاستعماري الأول، وفيه تم إنشاء الإحصائيات 178 مستوطنة، 138 بؤرة استعمارية، 95 معسكر للجيش، 25 منطقة صناعية،
25 منطقة خدمات، أسواق وسوبر ماركتات وكزيات بنزين ومحطات كراجات وغيره لتقديم الخدمة للمستوطنين. هذه المواقع الاستعمارية التي تصل تقريبا إلى 543 موقع استعماري تقوم بعملية تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات. الخطة الأخرى التي تقوم بها إسرائيل بتنفيذها هي خطة التهجير القسري. وخطة التهجير القسري هو تهجير الفلسطينيين حسب خطة ألون والتي تحدثت عنها منذ عام 67، وحسب خطة متتياهو دروبلس لا يجوز أن يسمح للفلسطينيين بالبناء في المناطق الواقعة شرق خط ألون، أي سوح الشرقية والأغوار. وبالتالي أي بناء يتم في هذه المنطقة يجب هدمه ومنع الاعتراف بأي قرية فلسطينية هناك. وإذا لم يتم الاعتراف بأي قرية يتم هدم أي مبنى جديد. لذلك هناك 155 تجمع فلسطيني صغير ينتشر في هذه الأماء في هذه المناطق في الجبال الشرقية التي تطل على الغور وعلى الأردن وكذلك في الأغوار. هذه التجمعات 155 تجمع غير معترف فيها منذ عام 67، وكلما بني فيه شيء يتم هدمه، حتى الخيام يتم هدمها. وأنتم تذكرون في هذا المكان في هذه المناطق إحدى هذه التجمعات هي تجمع الخان الأحمر الذي خدنا معركة الدفاع عنه لأكثر من 6 شهور في اعتصامنا هناك، وخدنا 17 مواجهة مع الجيش الاحتلال، وقامت القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأكمله بالانضمام إلينا في هذه المعركة حيث نجحنا فعلا في حماية الخان الأحمر. الآن الحديث لا يدور عن الخان الأحمر، يدور عن 23 تجمع مثل الخان الأحمر تقع شرق القدس في المنطقة المسمى إيوان. والسيطرة على هذه المنطقة هدم أي تجمع وترحيله هو بدء ترحيل كل التجمعات الواقعة هنا، ثم 23 تجمع آخر شرق رام الله. وبالتالي الحديث يدور أيضا عن منطقة شرق طوباس حيث يقع هناك 21 تجمع. تم هدم قرية حمصة أو تجمع حمصة في من إحدى هذه التجمعات 21 الواقع شرق طوباس، وقمنا بإعادة بنائه 6 مرات خلال الشهور 3 الماضية، وبقي سكان حمصة موجودين. الآن اليوم داهمت قوات الاحتلال حمصة من جديد، ونحن جاهزون كلما يتم هدم هذه القرية أن يتم إعادة بنائها. الآن هناك تهديد جديد لقرية اسمها أو لتجمع اسمه تجمع الميتة. وتجمع الميتة هو تجمع يقع في الطريق الواصل ما بين قرية التياسير شرق طوباس باتجاه قرية المالح التي تصل باتجاه الأغوار الشمالية. هذه المنطقة الاستراتيجية أيضا يتم الآن عملية أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار بهدمها بالكامل وترحيل سكانها، ونحن نستعد الآن لخوض معركة مواجهة الهدم ومواجهة الترحيل، وإن شاء الله سننتصر. أنا أقول بأن نتيجة الجهود التي تقوم بها هيئة مقاومة جدار الاستيطان ولجان المقاومة الشعبية التي تنسق مع الهيئة بشكل كامل، وكذلك بدعم الحكومة الفلسطينية وبدعم خاص من سيادة الرئيس الأخب مازن الذي تحدث معنا في الخان الأحمر أكثر من مرة، وتحدث معنا في حمصة عندما كان جيش الاحتلال يحاصرنا ويقوم بعمليات الهدم، تحدث معنا سيادة الرئيس ونحن هناك وفي عملية يعني تحدي، وقال اعيدوا البناء ولو هدموا 100 مرة يجب أن نعيد بناءها. نعم هدمت 6 مرات وبنيت 6 مرات خلال الشهور 3 الماضية، ولذلك نحن على العهد والوعد لشعبنا بالاستمرار بذلك. أنا أقول أن معركتنا القادمة ستكون في الميتة الواقع شرق طوباس، أو قد تكون في مكان آخر. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينفذ سياسة التهجير القسري من أجل أن يبدأ بسياسة الضم. الهدف الاستراتيجي للحكومة الإسرائيلية هو ضم الأغوار وضم مناطق جين، وبالتالي محاصرة الفلسطينيين في الكنتونات. يريد إسرائيل جيش الاحتلال أن يحول الضفة الغربية إلى 200 كنتون معزولة عن بعضها الأخرى، 200 معزل، 200 جزيرة صغيرة معزولة كل جزيرة عن جزيرة أخرى وتفصل بينها 746 حاجز عسكري وسدة ترابية وسدة إسمنتية وبوابة حديدية. هذه البوابات والسدات التي تعزل كل المدن عن بعضها البعض، تعزل المدن عن ريفها، تعزل تقسم الشوارع الرئيسية. أهم هذه الحواجز طبعا تدركون حاجز زعترة الذي يفصل شمال الضفة عن وسطها، حاجز الكونتينر الذي يفصل وسط الضفة الغربية عن الجنوب، وحاجز أو دوار غوشة سيون الذي يفصل بيت لحم عن الخليل
هناك حواجز كثيرة أخرى، ولكن على شارع على خط ألون الذي يفصل الأغوار هناك 6 حواجز: حاجز التيسير، حاجز الحمرة، حاجز معلي أفرايم، حاجز الطيبة، حاجز الجبع، وحاجز الكونتينر. هذه الحواجز والسدات الترابية والمكعبات تقسم الضفة الغربية إلى 200 كنتون صغير معزول عن بعضها البعض، ليستحيل قيام دولة فلسطينية قادرة على الحياة. معركتنا اليوم إذا نجح مخطط الضم الذي المبني أساساً على مخطط التهجير القسري هو تقسيمنا إلى جزر صغيرة، لا نستطيع حتى التنقل ما بين مدينة وأخرى أو قرية وأخرى إلا تحت رحمة جيش الاحتلال. هذا يحولنا إلى رهائن نقبل بما يمنحه لنا من الماء والهواء والغذاء فقط، ويسيطرون على حريتنا بالكامل. لذلك معركتنا الرئيسية التي نتصدى لها هي معركة التهجير القسري، وتحت هذا الباب خضنا معركة الخان الأحمر، معركة سوسيا، معركة جبل البابا، معركة أبو نوار، ومعركة العوجة نبع العوجة، وكذلك معركة عين الرشاش، معركة الحديدية والفارسية ومكحول ويرزة، وأخيرا معركة الحمصة التي هدمت وأعدنا بناءها بالكامل. هذه القرى التي تحدثت عنها هدمت أكثر من مرة وأعدنا بناءها، ولدينا خطة واضحة المعالم في هذا الإطار. خطة هيئة مقاومة جدار الاستيطان لمواجهة مسلسل التهجير القسري أو خطة التهجير القسري تقوم على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو إعادة بناء كل ما يتم هدمه خلال 3 أيام في السفوح الشرقية والأغوار، وبالتالي أي بركس أو أي خيمة أو أي شيء يهدم هناك يتم إعادة بنائه حتى لا يترك الفلسطينيون في العراء. هذا أولا. ثانيا، تقديم الخدمات الأساسية للسكان في هذه المناطق مجانا. نحن نتحدث هنا عن بناء 20 مدرسة اسميت مدارس التحدي، بنيناها في الليل وهدم جزء منها وأعدنا بناء، وكلما هدمت نعيد بناؤه، والآن هذا العام بنينا 3 مدارس: مدرسة وادي راس التين شرق المغير شرق رام الله، مدرسة راس نبي العوجة غرب أريحة، ومدرسة المالح شرق طوباس. وفي الأعوام الخمسة الأخيرة بنينا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبعض المؤسسات الدولية وهيئة مقاومة جدار الاستيطان بنينا 20 مدرسة تحدي، اسميت مدرسة التحدي رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، مدرسة التحدي رقم 5 هي مدرسة جب الذيب الواقع شرق بيت لحم، والتي كانت بنائها كان ملحمة وطنية فلسطينية، حيث هاجمنا الجيش والمستوطنين أثناء البناء في الساعة 2 ليلا. وتحدث معنا الرئيس الساعة 2:00 قبل، ورفع من معنا معنويات الذين يكون بعملية البناء. نحن بنينا المدرسة 6 غرف وأكملناها مع أبوابها وشبابيكها، بنيناها خلال 12 ساعة من السادسة مساء حتى السادسة صباحا. هذه لا نستطيع البناء في النهار لأن الجيش يقوم بمسرط كل شيء. هذه المدارس تقع في مناطق جيم حيث سيطرة جيش الاحتلال، ولذلك هذه مدارس تبنى بتحدي لجيش الاحتلال. وفي مدرسة جب الذيب قالت الصحف الإسرائيلية أنه من العار على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن يستطيع الفلسطينيون بناء مدرسة 6 غرف بالطوب ويقوموا بسقف هذه المدرسة في ليلة واحدة دون أن يعلم جيش الاحتلال بذلك. هل قاموا بإسقاط هذه المدرسة بالباراشوت من خلال الطائرات بإنزالها إنزال، أم قاموا ببنائها؟ كيف نقل المواد وكيف قاموا بالبناء؟ أين هو الجيش الإسرائيلي؟ أين هي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؟ هذا عيب وعار على جيش الإسرائيلي أن يتم بناء هذا الشكل. هذا ما قالته الصحف الإسرائيلية، لكن جب الذيب لازالت قائمة هي ومدرستها، ومدرسة الخان الأحمر لازالت قائمة هي ومدرستها، ومدرسة المالح لازالت قائمة، والعشرين مدرسة لازالت قائمة. إذن الخطوة الأولى كنا إعادة بناء كل ما يتم هدمه. الخطوة الثانية تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في مناطق جيم، وهي توفير التعليم. 2 توفير التأمين الصحي المجاني. هيئة مقاومة جدار الاستيطان بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وبتمويل من الحكومة الفلسطينية
قامت بإعادة بتأمين أكثر من 22 ألف مواطن يعيشون في هذه المناطق في الصحراء الشرقية في التجمعات 154 الغير معترف فيها، تأمين صحي مجاني تكلفته 14 مليون على الحكومة الفلسطينية من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتقدم خدمات الصحة مجانا لكل السكان في هذه المناطق. هذا جزء من تعزيز الصمود، أي مواطن ينتقل من هذه المناطق يعود يسحب منه التأمين الصحي المجاني ويتم التعامل معه كمواطن فلسطيني عادي زيه زي أي حد ثاني. ولكن الذين يعيشون في هذه المناطق المهددة بالتهجير مثل الخان الأحمر وحمصة والحديدية والفارسية وغيرها والمالح، هذه كلها، ومسافر يطة في الجنوب، هذه كلها مناطق تأمين صحي مجاني ومدارس مجانية. المسألة الأخرى هو توفير الدعم القانوني للسكان في هذه المناطق، كل شيء يتم العمل على مصادرته أو العمل على تهديد حياة السكان أو منشآتهم يتم توفير محامين لهم بشكل مجاني. هذه تقريبا الخطوط الأساسية العريضة لخطتنا، بالإضافة إلى توفير الماء والكهرباء لغالبية هذه التجمعات. نجحنا في مد خطوط مياه في الليل، قمنا بحفر ودفنها، نقوم بتوفير كافة الغرامات، بدفع كافة غرامات السكان والآليات التي يتم مصادرتها في هذه المناطق على نفقة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالكامل. نحن ندفع ما لا يقل عن 2 مليون غرامات سنويا لهذه الآليات حتى التي تعمل في مناطق جيم، ولكن نحن مصرون على العمل في هذه المناطق. لن نسمح للاحتلال بالسيطرة وحده عليها، ولن نترك شعبنا هناك وحيدا بدون شيء. لذلك كل الغرامات لأسرانا في المقاومة الشعبية يتم دفعها من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وكل الغرامات للجان الأبطال ونشطاء لجان المقاومة الشعبية يتم تبنيها من خلال الهيئة ودفعها من خلال الهيئة، وكذلك الغرامات التي تفرض على المنازل، على السكان، على الآليات التي تعمل في مناطق جيم. هذا جزء من دعم الصمود الفلسطيني في مناطق جيم التي تقوم به الهيئة من خلال موازنة الدولة، وبإقرار هذه الخطة تم إقرارها في الحكومة الفلسطينية وتم تبنيها من سيادة الرئيس ويتم تنفيذها بالكامل. هذا جزء من عملنا. الجزء الآخر اللي أريد أن أشير إليه قبل أن أختتم كلامي، وأنا طولت كثير عليكم، الجزء الآخر المهم هو حماية الأراضي. ونحن خلال الست سنوات الماضية التي تسلمت فيها رئاسة الهيئة لدينا 17 محامي يعملون مع الهيئة، 6 مكاتب من فلسطيني الداخل من 48 داخل الخط الأخضر. هؤلاء محامون رائعون ممتازين، لأن لا يستطيع أبناء الضفة الغربية أن يمثلوا أمام محاكم الاحتلال للدفاع عن الأراضي. وهناك 9 محامون في الهيئة يتوزعون على امتداد المحافظات، نتعاون مع مكاتب المحافظين ومع المجالس القروية للدفاع عن الأراضي. عملية الدفاع عن الأراضي الفلسطينية هي عملية كلها مغطاة من قبل الهيئة مجانا، سواء أتحدث عن المساحين الذين يكلفون الهيئة حوالي من 800 ألف شيكل سنويا، نقوم بعمليات المساحة لكل المباني ولكل الأراضي المهددة بشكل مجاني من خلال مساحو الهيئة. المحامون نقوم بتقديم وتغطية أجور المحامين بشكل مجاني بالكامل. نقوم أيضا بعملية دفع رسوم المحاكم نيابة عن المواطنين، ونقوم بتمويل خبراء التزوير وكشف التزوير وخبراء كشف البصمات، لأن سأتحدث لكم عن عمليات التزوير التي تتم، وكذلك نقوم بتغطية نفقات وأجور خبراء الأراضي الذين نستعين نحن بالأرشيف العثماني لإثبات حقوقنا وملكياتنا. والأرشيف العثماني يستند على أحواض طبيعية وليس على أحواض لا يوجد فيها قطع ولا يوجد فيها خطوط واضحة المعالم وحدود للقطع. لذلك نأتي بخبراء يقوموا برسم المساحات بشكل كامل. هذه الجهود نجحت في إفشال تسريب 40,000 دنم خلال 6 سنوات الماضية، أكبر عملية تزوير تم إفشالها وامتدت لحوالي 8 سنوات، هي عملية تزوير 11,000 دنم من أراضي السواحل الشرقية التي تقع جنوب النبي موسى. هذه الصفقة الكبرى. الصفقة الثانية هي في أراضي عقربي بالقرب من فصايل في وسط في الأغوار الوسطى.
هذا 4700 درهم. الصفقة الأخرى في عين الساكوت في شمال الأغوار 4000 درهم، وأخرى في شمال الأغوار اسمها سهل قاعون تم استرداده بمساحة 1250 درهم. ونتحدث عن مئات الصفقات الأخرى في هذا العام، 17 صفقة تم إبطالها. ونحن نتحدث عن بكل فخر أنه في عام 2019 لم تنجح الشركات الإسرائيلية 650 في تسجيل أي قطعة أرض لصالحها. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن المقاومة الشعبية أنا أريد أن أوجه تحية لأبطال المقاومة الشعبية الممتدة من كفر قدوم إلى بيت دجن إلى عصيرة الشمالية إلى نعلين وبلعين وبدرس ونبي صالح إلى منطقة البلد القديم في الخليل ومسافر يطا، وكذلك إلى البلد القديم في القدس وسلوان وجبل المكبر وشرق والقدس الشرقية وشرقها وشرق مدينة رام الله في المغير ودير جرير وكفر مالك وعبوين وسنجل، وكذلك في منطقة نابلس في بيت البطلة وفي منطقة سلفيت في الراس وفي حارس وفي بدية وفي منطقة كركيلي في كفر قدوم وجيوس وعزون ومناطق أخرى كثيرة في تركرم في حيث أسقطنا وأفشلنا مشروع المنطقة الصناعية في جبارة وسوفي وفي مناطق أخرى كثيرة. بكل فخر المقاومة الشعبية تعمل بشكل حثيث، هي بحاجة إلى يعني نقاش وحدها، ولكن إذا نحن نتحدث عن ملف ضخم وكبير جداً لا ينتهي الكلام فيه في 24 ساعة. أنا أشكركم تماماً وكثيراً على هذا الاستماع لي، وكل شيء يعني أنا أستعد للاستماع لكل سؤال منكم والإجابة عليه بالكامل. شكراً لكم وتحياتي لكم، تحياتي من شعبنا لكم، وأنتم الداعم الأساسي للثورة الفلسطينية ولمنظمة التحرير ولبقائها ولانتصارنا في برنامجنا. أنتم الذراع الذي يلتف حول الوطن ليحميه في جالياتنا في الخارج بشكل عام وفي أقاليمنا في الخارج. تحية لكم وشكرا لكم على استضافتكم وعلى عهدنا باستمرارنا في المقاومة الشعبية وفي الدفاع عن صمود شعبنا وفي إسقاط مخطط التهجير القسري ومخطط الضم. وأنا أقول بكل فخر أن قيادتنا وشعبنا نجحوا في إسقاط صفقة القرن وإسقاط مخطط الضم وإسقاط مخطط التهجير القسري. تحية لكم جميعا، ونحن أمام معركة لا زالت مفتوحة بكل مصراعيها. شكرا لكم. نتمنى الشفاء العاجل ودحر كورونا كما سيدحر الشعب الفلسطيني الاحتلال قريبا. بكل تأكيد. إن شاء الله بإذن الله. حديث شيق وممتع معك بالرغم من كل المآسي التي يحملها الحديث، لكن الأمل بالله كبير أن ينتصر الحق الفلسطيني. والآن إذا في عندك شيء يعني بدنا نخش على الأسئلة، أنا بعد بدنا شوية الوضع الصحي يعني إن شاء الله يكون أفضل. نريد أن نطرح عليك بعض الأسئلة من الإخوة في الجالية الفلسطينية الأمريكية إذا تكرمت. يعني تفضلوا. تفضلوا. في سؤال بيقول إن بما أن مقاومة الجدار والاستيطان أهم شيء، وجزء هذا يعني هذه المقاومة الشعبية في الوقت الحالي واللي هي المخدة الزخم الأكبر يعني خلال السنوات الأخيرة لأنها تحافظ على وجودنا في أراضينا، ما هي ميزانية هذه الجهود وكذلك اللجان الزراعية التي تحرث وتزرع وتحمي الأراضي المداخنة المستعمرات؟ يعني ما هي ميزانية هذه الجهود اللي بيخليها تظل مستمرة يعني؟ يعني خليني أتحدث. إن استلمت الهيئة في عام 2015 بعد استشهاد الشهيد زياد أبو عيد رحمه الله، استلمت هذه الهيئة. شهيد زياد أبو عيد أمضى فقط 4 شهور في رئاستها واستشهد، كانت موازنتها 1,000,000 شيكل. لكن الآن أنا بقول لكم كلما تطور العمل لم تبخل الحكومة الفلسطينية في تقديم الموازنات المطلوبة. موازنة الهيئة الآن 25 مليون، خلال 6 سنوات تم مضاعفة الموازنة بهذا الشكل. وأنا أقول لولا الأزمات المالية التي مررنا فيها خلال العامين الماضيين لم يكن هناك حدود
على الموازنة، بالإضافة إلى مسألتين. هناك تغطية التأمين الصحي اللي ذكرته كجزء من عمليات تعزيز صمود السكان في الأغوار ومناطق جين، كلفته 13 مليون إلى 15 مليون، وهذا الرقم يزداد بشكل دائم. المسألة الأخرى أنه البعد القانوني لحاله، يعني إحنا نغطي فيه كل الاحتياجات القانونية بكامل مصاريفها. إحنا بنستثمر في المقاومة الشعبية وفي الهيئة، بنستثمر الكرش أو الدولار بجيب 1000 دولار بداله في القيمة. جهودنا يعني إحنا بنعتمدش على الإنفاق المالي، إحنا بنعتمد على الجهود الأكبر التي تبذل بما بالحد الأدنى من المال. وأنا بعطيكم مثال في هذا الكلام. مدرسة جب الذيب اللي بنيناها في ليلة واحدة، وأنا بدي أودي لكم الفيلم تاع جب الذيب أو حطه على الإنترنت، في بناء مدرسة جب الذيب خلال 8 دقائق. هذا الفيلم ملخص ليلة كاملة لخصت في 8 دقائق. هذه المدرسة بنتها مؤسسة الجي بي سي الإيطالية، كلفت المؤسسة 100,000 يورو. جاء جيش الاحتلال في عام 2017 في 23/8 وقام ليلة افتتاح العام الدراسي، وقام بهدم المدرسة بالكامل، كلفتها 100,000 يورو. احنا رحنا بنينا خيمة وافتتحنا العام الدراسي في نفس الليلة، واخذنا قرار بإعادة بناء المدرسة بجهودنا الذاتية. في ليلة 8/9 اي بعد اسبوعين تماما، الساعة 6 مساء يوم الجمعة يوم 8/9 كنا بدأنا نقل المواد من أماكن بعيدة وبدأنا البناء. كلفنا بناء المدرسة 60,000 شيكل، يعني تقريبا 15,000 دولار، إحنا 15,000 يورو. يعني إحنا بنحكي عن مدرسة كلفت مؤسسة بشكل رسمي 100,000 يورو، بنيناها 15,000 يورو، يعني تقريبا 1/7 من التكلفة. إحنا نستخدم جهودنا بشكل أساسي. المقاومة الشعبية لا تقوم على المال، وإذا بدأنا بالحديث عن المال سنخسر كثيرا، سيتحول الصراع بيننا على المال. إحنا نحكي عن الصراع على بيننا، من سيقدم أكثر، من سيضحي أكثر، من سيكون المقدام أكثر في هذا الموضوع، جهود لجان المقاومة الشعبية. لكن أنا بقول لكم في نفس الوقت، أنا يعني بدرك تماماً المشاكل اللي بواجهها في لجان المقاومة الشعبية، وخصوصاً إحنا لا نمول أي أحد يا أخوان. المقاومة الشعبية لا تمول، المقاومة الشعبية هي مقاومة تطوعية، لا نمول سوى المصاريف الأساسية مثل النقل، ثمن الإعلام، الأشياء الأساسية. لا نمول الأنشطة، لا نمنح أي مكافآت لأحد ولا أي شيء على الإطلاق. حتى اللي بيجوا سياراتهم بدفعوا بنزينهم من جيبتهم. احنا ما نحكيش عن مقاومه شعبيه مدفوعه الاجر، نحكي عن مقاومه شعبيه وطنيه تعبر عن الانتماء. ولا يمكن لمناضل بده يروح ضحي دمه ان يقبل ان يقبض ثمن تضحياته. لذلك نعتمد على الجهود الوطنيه اللي لازالت عندهم روح وطنيه قائمه. وانا بقول لكم في بلد زي بيت دجن عدد اللي بيشاركوا الفعاليات بالمئات وأحياناً بالألاف، وأنتم يمكن استمعتوا، ارجعوا للقاء الشريط اللقاء في تلفزيون فلسطين مع أم الشهيد، وهي تحكي بكل ثبات عن ابنها اللي أجا ودعها. قالت له يما أنا حلمت فيك قبل أسبوعين أنك بدك تستشهد. قال لها يا رب استشهد، طلع من عندها واستشهد. هذا ما روته في الإعلام. إخوان إحنا في المقاومة الشعبية لا نترك جريح إلا ونغطي علاجه، لا نترك أسير إلا ونغطي غرامته أو كفالته، لا نترك شهيد إلا ونساهم في إلى أن تكون مؤسسات فلسطينية المختصة بتبنيه. وأنتم تعرفوا أنه إحنا تحاصرنا سنة كاملة في رواتبنا، لأنه سيادة الرئيس رفض يساوم على رواتب الشهداء أو الأسرى، وإسرائيل تخصم 45 مليون شهريا من أموال مقاصة عشان نوقف هذا الدعم، ولكن ما نوقفوش. بس إحنا في الهيئة أخذنا على عاتقنا أن ندفع كفالات الأسرى والشهداء بالكامل،
مرحبا سامي. واحتياجات المقاومة الشعبية، الاحتياجات العملية للمقاومة الشعبية مثل النقل وتكاليف باصات وغيره. ألو بصوصه طالب مصطفى، انت شلون بتسجله هون بهالوقت؟ مستمع. ألو جهود مباركة لكم أيها المحافظون على الأرض. كمان هناك في سؤال آخر يقول ما هو تقييمكم أنتم لدور الجالية الفلسطينية في المهجر في دعم وصمود الناس على أرضها؟ ما هي رؤيتكم وتقييمكم؟ نعم، أنا كنت طالب أيام عز الثورة، كنت طالب في باكستان، كنت رئيس اتحاد، وكنت صرت أمين سر الإقليم آخر فترة في 86 وعدت إلى الوطن واعتقلت على الجسر، أمضيت فترة في السجون وعدت وخرجت في الانتفاضة الأولى، والمهم استمرنا بعملنا ونضالنا. إخوان العمل في الجاليات في الخارج، إذا تتذكروا في الفترة اللي خرجت الثورة من بيروت كان العمل الأساسي اللي حمى الثورة الفلسطينية وحمى القضية الفلسطينية هو عمل جالياتنا في الخارج، اتحادات الطلبة والأقاليم والجاليات بأكملها، يعني ثلاث جوانب: الجاليات، الأقاليم، الاتحادات الطلبة. الأنشطة اللي كانت تقوم فيها هذه المحاور الثلاث لجالياتنا في الخارج هي اللي أبقت على القضية الفلسطينية وحافظت عليها إلى أن استعادت الثورة الفلسطينية مرة أخرى من خلال الانتفاضة الأولى عام 87. وبالتالي دور الجاليات رجع تقلص بعد الانتفاضة الأولى وبعد نشوء السلطة. هناك يمكن في حالة إحباط شوي عند الجماهير في جماهيرنا في الخارج، ولكن صدقوني أنه الأكثر قدرة على مساندتنا هو أنتم. أنتوا القارين على تغيير الرأي العام الدولي. إحنا بما أنه إحنا استخدمنا الآن المقاومة الشعبية، استخدمنا المقاومة الشعبية واستخدمنا الحل السياسي كمحورين من محاور النضال، أعتقد الانتصار بده يجي من خلال كمان ما مساهمة الجاليات الفلسطينية والعربية وحلفائنا وأنصارنا ومؤيدينا في العالم. الجنوب أفريقيا هي نموذج في ذلك. أنا أعتقد المقاطعة، سلاح المقاطعة سلاح مهم جدا، سلاح التضامن مع الشعب الفلسطيني، لجان التضامن، توسيع لجان التضامن، يعني زيادتها، توعية التأثير على أصحاب القرار في الدول المختلفة مهم جدا. يمكن بعرفش أنا لحد الآن، يعني كان يمكن مشاركة للجالية الفلسطينية في موضوع بايدن أو الحزب الديمقراطي واضحة، لكن بعرفش كديش التأثير أو كديش ممكن يكون، لكن في كل الأحوال التأثير في الخارج من خلال جالياتنا على صناع القرار في الدول الموجودة فيها يستطيع أن يكون رديف قوي إلى قيادتنا السياسية وإلى جهدنا الفلسطيني في الميدان هنا من أجل تحقيق الانتصار. أنا بتوقع لكم دور كبير، وأتمنى أنه يعني لا حدود له، ولكن يعني كلما تم تنظيم هذه الجهود وتوحيدها تستطيع أن تحدث فارق نوعي في هذا الموضوع. الله يعافيك. أقرب الأسئلة تقريبا يعني بدون حرف، يعني الكلمات يعني حرفيا، مشان كمان يعرفوا اللي بيسألوا اللي هم على الزوم أن أسئلتهم اللي طرحوها وصلت. ما هي أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية في سريع الضم والاستيطان العدواني في ظل الصمت العربي والانقسام الداخلي لفلسطين؟ يعني أولاً لا يستطيع الشعب أن ينتصر وهو منقسم، سواء تحت الاحتلال أن ينتصر وهو منقسم، لذلك أولويتنا هي استعادة الوحدة. وأنا أتمنى أن تنجح انتخابات 2021 في استعادة الوحدة التي خسرناها في انتخابات 2006. يعني بجوز تكون مفارقة إنه الانقسام تم تشريعه في انتخابات 2006، أن يتم تشريع الوحدة من جديد في انتخابات 2021. أتمنى أن تتحقق ذلك. لا يمكن أن ننجز أي هدف سياسي إلا بعيداً عن الوحدة، وأنا مؤمن بذلك إيمان مطلق.
أولا، وأنا أنا واثق أنه إحنا اليوم نقترب ونسير أكثر باتجاه الوحدة الداخلية. اثنين، في موضوع مواجهة الضم، مواجهة صفقة القرن كانت تعتمد أساساً على الموقف الفلسطيني. أنا يعني بحكي يعني بشكل واضح، كلكم استمعتوا لمواقف الرئيس الفلسطيني الأخ مازن، وهو يعبر عن موقف القيادة الفلسطينية وموقف الفلسطينيين. الموقف كان واضح تماماً، أن من يمتلك القرار الفلسطيني هو هذا القلم الفلسطيني، ولذلك أقل من الحد الأدنى للثوابت الوطنية الفلسطينية لن يتم التوقيع على أي صفقة. ولذلك إحنا بندك شو معنى تتحدى أكبر دولة في العالم وإحنا نعيش تحت سرقات المساعدات الدولية، ندرك شو معنى إنه نتحاصر ماليا حتى من الدول العربية. عام 2020 يا إخوان عام الكورونا، لم نتلقى فيه أي مساعدة عربية، مش أي دولية، مش بس فقط توقفت المساعدات الأمريكية 800 مليون دولار، توقفت كمان المساعدات العربية. إحنا لازم نعرف إنه بنواجه إنه كيف إحنا يتم محاصرتنا، ومع ذلك الموقف الفلسطيني رفض التنازل لأنه اللي مطلوب منا إحنا منقدرش عليه، يعني مطلوب الموافقة صفقة القرن. صفقة القرن يا إخوان شو؟ إنهاء قضية القدس، إنهاء قضية اللاجئين، إنهاء قضية الاستيطان، إنهاء قضية الدولة. وبعدها على إيش أنا بدي أحكي؟ فكان لابد أمامنا أن نتصدى لهذه المواقف ونرفضها. وأنا إحنا على الأرض ندرك، ما أنا شرحت لكم قبل شوي أنا على أرض الواقع شو اللي بتعمله إسرائيل من 50 سنة، بس كل ذلك لن يتم تشريعه إلا بالموافقة الفلسطينية. نحن الفلسطينيين من يمنح الشرعية لأي شيء، ونحن من ينزع الشرعية عنها. نعم منعنا وأفشلنا صفقة القرن، ومنعنا تمريرها، لأنه تمريرها مش مطلوب فلسطينية، مطلوب إنه فقط إنه إحنا يستخدمونا زي اللي بيستخدموهم في عملية الزواج لتحليل المشرع للزواج في الطلاق البائن بينونة صغرى أو بائن بينونة كبرى. فإحنا بدنا يستخدمونا هيك، كان إحنا بدنا نوقع وبعدها العرب بدهم يكملوا والعالم يكمل تصفية القضية الفلسطينية وانتهت القصة. إحنا حجر العثرة قدام ذلك، بنقدر نفشل صفقة، بنقدرش نفرض واقع جديد إلا بموازين قوة جديدة تعتمد على وحدة وطنية فلسطينية أولا، وعلى إسناد عربي ودولي ثانيا. لكن إحنا نفتقد عناصر القوة الفلسطينية في انقسامنا، ونفتقد عناصر القوة العربية والإقليمية في انقسام في انهيار الجدار العربي لمقاومة التطبيع. أنا بأمل إن شاء الله إنه الموقف الفلسطيني ينجح في وضع حد للتطبيع، وأن نستعيد وحدتنا العربية، وبالتالي نستطيع فعلا أن نوقف الخسائر. اليوم إحنا مش في مرحلة قيام الدولة، إحنا اليوم في مرحلة منع تصفية القضية الفلسطينية وإسقاط المؤامرة. وأعتقد إنه إحنا مبدئيا إحنا ماشيين بشكل جيد فيها. في موضوع مخطط الضم اللي هو جزء منه، مخطط بيرتكز على التهجير القسري، ومخطط الضم هو المواجهة الفلسطينية كانت ناجحة. وأنا بقول لكم باختصار، جيبوا إحصائيات عن الإنترنت من أي مصدر لكم إياه، محصلة الهجرة القسرية من الأغوار ومن مناطق جيم تساوي صفر بسبب الجهود التي نقوم بها باسم دولة فلسطين في هذه المناطق من إعادة بناء كل ما يتم هدمه، والتصدي لعمليات هدم القرى والتجمعات بكل الوسائل، منها المقاومة الشعبية، ومنها إعادة البناء، ومنها تقديم الخدمات المختلفة. لكن عدد الفلسطينيين الذين هاجروا من هذه التجمعات يساوي صفر في 6 سنوات الماضية، وهذا هو الانتصار. ألا يعني بقول لكم أنه إحنا نمتلك الدبابات لمنع القيام. الموضوع مختلف، المقاومة الشعبية تستند على تصليب إرادة الناس وتعزيز موقفها وثباتها وصمودها، وبالتالي إسقاط المخططات الإسرائيلية الاستعمارية ومخطط التهجير ومخطط السيطرة على الأراضي من خلال صلابة الموقف وإرادة المواطنين الفلسطينيين. هذه الإرادة والعزيمة بتخلقها الدعم والتعزيز الصمود والثبات
اللي بتكون بصناعة المقاومة الشعبية والموقف الحكومة الفلسطينية والموقف الفلسطيني الداعم لصمود الناس في بيتهم. الله يعافيك. هنا يعني في دمج بين إخوة اثنين طرحوا تقريبا نفس السؤال، لكن اختصار الأسئلة السؤالين هذا كالتالي: ما هو وضع حل الدولة الواحدة لشعبين كحل حاليا، بما أنه ديموغرافيا الشعب الفلسطيني له الغلبة في فلسطين التاريخية؟ يا أخوان بدناش نضحك على حالنا. أول طرح طرحته الثورة الفلسطينية وحركة فتح هو دولة ديمقراطية، تتذكروه في 69 دولة ديمقراطية واحدة، ورفضته إسرائيل ورفضته ولا دولة أجنبية وافقت عليه. إحنا مش ضد الدولة الديمقراطية، بس عملياً استبدال حل الدولتين الآن الذي نجح في حصد تأييد وإجماع دولي عليه لصالح حل مرفوض وما فيش عليه إجماع، هو لمصلحة مين؟ هو فقط إسقاط لخيار الدولتين دون أن يكون هناك بديل. خيار الدولة الواحدة هو عبارة عن إسقاط خيار الدولتين دون أن يكون جاهزين أو العالم جاهز للقبول بفكرة بالدولة الواحدة. عمليا دولة إسرائيل أو الإسرائيليين يرفضوا بشكل قاطع إزالة صفة اليهودية عن الدولة بتاعتهم، وبالتالي وعد بالفور وصفقة القرن يقوم من الثنتين على فكرة الدولة اليهودية وليس على فكرة دولة ديمقراطية. أمريكا الدولة الديمقراطية وبريطانيا الدولة الديمقراطية لا يريد إنشاء دولة ديمقراطية في فلسطين، يريد إنشاء دولة يهودية في فلسطين. الحديث عن دولة واحدة ديمقراطية ما احنا طرحناه في 69، ما حدا بده إياه، وإحنا بنقول هو قد يكون محصلة أمر واقع، ولكن هذه دولة أمنية، هذه دولة تسيرها لمصلحة الاستعمار. ما رح هذه الدولة يلغوها من شان والله الدولة الواحدة. الدولة الواحدة هي شعار غير قابل للتطبيق، غير مقبول من الطرف الآخر. الطرف الآخر ده بده يقبل بدولتين أسهل من ما يقبل دولة واحدة. دولة واحدة هي معناها انتهاء الدولة اليهودية، ولكن إسرائيل اللي بناها الاستعمار لكي تكون دولة يهودية كمقدمة كجسر للسيطرة على الوطن العربي، الاستعمار لن يسمح لهذه الدولة أن تتحول لدولة واحدة ديمقراطية. لذلك أنا أعتقد أن كل شيء يتناقض مع القصة. أنا أعتقد علينا التمسك بما هو بين أيدينا، خيار الدولتين، وعلى أرض الواقع، على أرض الواقع بشكل واقعي إحنا أغلبية السكان، فبالتالي يعني إسرائيل تحولت إلى دولة عنصرية، لكن هل ستنهار هذه الدولة العنصرية مثل ما انهارت جنوب أفريقيا؟ بجوز، لكن الأيام طويلة، الأيام طويلة. وأهم شيء، أهم ركيزة في بقائنا أنه نحافظ على بقاء المواطنين الفلسطينيين وعدم تهجيرهم، لا من الجليل ولا من المثلث ولا من النقب ولا من النصرة ولا من حيفا ولا من يافا ولا من عكا ولا من اللد ولا الرملة، وأن نحافظ على وجودنا في الأغوار وفي كل مكان، وفي القدس نبقى أغلبية. إحنا في القدس أغلبية يا أخوان. لو بدأ ترسم مدينة القدس، أنا للأسف فيش معايا كان برزنتيشن لأني موجود في الكورونا محجور، بس القدس يا أخوان لو أخدت شكل مدينة القدس زي باقي العواصم، مربع أو دائرة أو مستطيل أو مثلث أو أي شكل، إحنا أغلبية فيها. المشكلة في مدينة القدس إنه فيها بنية جدار متعرج زي الأفعى ليخرج الأحياء الفلسطينية والمدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية خارج المدينة، ويدخل المستعمرات داخل المدينة لكي يحافظوا على أغلبية يهودية فيها. ولو إنه مدينة القدس بشكل منتظم زي باقي العواصم، مخطط تخطيط حضري، إحنا أغلبية فيها.
إسرائيل تقوم بكل شيء الآن لمنع عودة الأغلبية الفلسطينية إلى القدس الموحدة. أنا بحكي مش القدس الشرقية، إحنا أغلبية في القدس الموحد لو نظمت بشكل أو خططت بشكل مدينة بشكل عاصمة زي باقي عواصم العالم. ولكن بكم تتذكروا أنه أو تعرفوا أنه أبو ديس والعزرية والسواحل ابعاد عن مركز مدينة القدس 3 كيلومتر خط هواء، وهذول سكانهم حوالي من 80,000 نسمة ما همش هوية هوية قدس، بينما سكان معلي أدوميين ابعاد 12 كيلومتر ومعهم هوية قدس، وسكان جبعات زائف ابعاد 15 كيلومتر ل 17 ومعهم هوية قدس، والمستوطنين بحكي ومستوطني غوشة صيون ابعاد 23 كيلو ومعهم هوية قدس. هيك إسرائيل تغير الديموغرافيا، بتلعب بالديموغرافيا، لكن على أرض الواقع إحنا أغلبية، أغلبية في القدس وأغلبية في النقب وأغلبية في الجليل وأغلبية في فلسطين التاريخية. إحنا بعد نهاية عام 2016 كان عدد الفلسطينيين يزيد 43,000 مواطن عن عدد اليهود في فلسطين التاريخية، هذا آخر إحصائية قامت فيها الإدارة المدنية، 43,000 مواطن فلسطيني في بما فيها طبعا غزة. لذلك أنتم بتلكم تدركوا ليش فصل غزة عن الضفة الأرضية، وحاولت إنشاء كيان فلسطيني في غزة وفصله تماما حتى يعيدوا مرة ثانية الفلسطينيين لأقلية، لأنه غزة فيها 2 مليون مواطن، كم 2 مليون من الحسبة بنطلع أقلية، ضيفهم نطلع أغلبية. عملية فصل غزة في دولة مستقلة هو مشروع خياني، لا دولة فلسطينية بدون غزة ولا دولة فلسطينية بدون القدس ولا دولة فلسطينية إلا مع غزة والقدس والأغوار عشان نقدر نحافظ على أغلبيتنا. فصل غزة هو مؤامرة إسرائيلية عملتها في 2005 في عملية فك الارتباط من طرف واحد لخطط شارون. أنا لذلك بقول لكم بتأمل أنه انتخابات 2021 أن تعيد الوحدة الفلسطينية عكس انتخابات 2006 اللي كرست الانقسام. إحنا دولة واحدة، إحنا بجوز تكون تحصيل حاصل بعد 20 سنة 15 سنة 30 سنة، لكن القوانين العنصرية لسنتين، قانون يهودية الدولة وقانون القومية، ارجع للقانون القومية، القانون القومية لا يمكن يمنح الفلسطينيين الحقوق. القانون القومي لسنة الكنيسة قبل سنتين هو أخطر قانون على وجودنا في داخل فلسطين، هو قانون يعتبر الاستيطان قيمة قومية عليا، وكل القوانين الأخرى تخدم هذه القيمة العليا اللي هي قانون اللي هي الاستيطان. لذلك ما في بالعكس، مش ما فيش دولة واحدة، فيش قوانين محترمة تحترم الناس، في قوانين عنصرية، 87 قانون عنصري أقرته بالكنيسة الأخيرة، 87 من قانون منع الأذان وقانون صاحب بطاقات الهوية وقانون القومية وقانون الاستيطان قيمة كبرى وقانون التسوية، قوانين كثيرة جدا، وهدم المنازل وغيره. احنا بنحكي عن هدم منازل فوق 1100 مسكن يهدم في الضفة الغربية سنويا، بنحكي عن 21,000 مسكن في القدس الشرقية بدون رخص بدون تراخيص. أنه إسرائيل قامت على فكرة العنصرية وعلى قامت على فكرة يهودية الدولة، ما بدنا نتوهم أنه في دولة لشعبين، فيش دولة لشعبين، هذه الدولة سنكون فيها تحت الاستعمار إذا قبلنا فيه بذلك تحت حكم عنصري، مئات القوانين العنصرية التي تنظم السيطرة علينا وعلى ممتلكاتنا وعلى حقوقنا وعلى كل شيء. قانون العودة يضوي لليهود فقط وليس للجميع، كل القوانين. أعتقد أنه الحديث عن قانون عن موضوع الدولة الواحدة هو حديث في الأوهام. إحنا أول من طرح قانون الدولة الديمقراطية الواحدة، ولا زالت مطلب من مطالبنا إذا استطعنا تحقيقها، ولكن تحقيق حل دولتين أسهل بكثير إذا يمكن تحقيقه. يعني الاستيطان مشروع اليسار الأمني ومشروع اليمين العقائدي. بناء على ذلك في عندي 3 أسئلة من الأخ كريم موجود معنا هون. ما تأثير المستوطنات على الحكومة الإسرائيلية وعلى دولة إسرائيل؟
هذا السؤال الأول. سؤال ثاني بعطيك ثلاث أسئلة مع بعض، ماشي الحال؟ نعم ماشي. السؤال الثاني، هل المستوطنين يقبلوا في حل الدولتين وبيصيروا جزء من دولة فلسطين؟ أو المستوطنين اللي في الضفة يعني. والسؤال الثالث، ما هي التوجهات الفكرية والسياسية لأغلبية المستوطنين أو المستوطنين؟ يعني اولا الاستيطان الامني هو اللي قاده حزب العمل ما بين عام 67 و77، وهذا الاستيطان الامني ارتكز على السيطره على الاغوار والسيطره على القدس. فيما بعد ذلك عام 77 بدا الاستيطان العقائدي. الاستيطان العقائدي لا يرى دوله فلسطينيه على الاطلاق داخل الضفه الغربيه. الاستيطان العقائدي يرى دولة إسرائيل الكبرى والمبني على أفكار توراتية ودينية وعقائدية، وبالتالي إسرائيل دولة إسرائيل التاريخية هم بيقولوا أنها بنيت في دولتين، دولة يهودا للقدس إلى بيت لحم إلى الخليل، ودولة وحدودها الشمال رام الله بالقرب من مستعمرة شيلو عليه، ومملكة السامرة اللي هي بنيت من في اللي كانت عاصمتها سباستيا شمال نابلس، وبالتالي هذول الدولتين هن الضفة الغربية عملية. اللي مش مشمول فيهن من هذول الدولتين هن أريحة وجنين، وباقي الضفة الغربية تقع ضمن يهودا والسامرة حسب ادعائهم الديني والتاريخ. أنا أعتقد إنه اليوم اليسار الإسرائيلي يتلاشى. حزب العمل بجوز ما يتجاوزش نسبة الحسم. إحنا بين اليمين، بين يمين الوسط واليمين المتطرف. إحنا اليوم يعني المجتمع الإسرائيلي ينقسم بين يمين الوسط وبين اليمين واليمين المتطرف، وبينهم بيجي اليمين الديني. لذلك يا أخوان إحنا أمام عدو يريد كل شيء، ولا يريد لا يريد دولة فلسطينية، مش بس لا يريد دولة فلسطينية، ولا يمكن أن يقبل بوجود حتى دولة واحدة يعيش فيها الفلسطينيين داخلها بحقوق متساوية. الإسرائيليين الآن يعني بفكروا استراتيجياً باتجاه إنشاء دولة يهودية خالصة باتجاه اليهود فقط، يعني بدون أي قوميات أخرى. ولكن كيف ممكن نحقق ذلك؟ هذا يعتمد على موازين القوى. إسرائيل في يوم من الأيام بتقدر تهجر الناس من هنا حتهجرهم. هذا الموضوع يعتمد علينا إحنا إسقاط مخطط التهجير. لكن لا يوجد حتى الآن لدى الأحزاب الإسرائيلية كلها من يقبل لا بدولة واحدة ديمقراطية، ولا يوجد من يقبل بحل دولتين. وبجوز إذا إحنا يعني صار وضعنا أحسن وتوحدنا وصار عندنا امتداد عربي أفضل من الوضع الحالي نحصل حل الدولتين. غير هيك اليمين المجتمع الإسرائيلي ينقسم زي ما قلت لكم بين اليمين، يمين الوسط واليمين المتطرف واليمين الديني. لذلك يتسابق كل يوم، ما حد بيحكي عن دولة فلسطينية. بجوز بس بجوز احنا نعيد الأوراق على الطاولة من جديد إذا توحدنا. هذا المجتمع الإسرائيلي صار هيك باختصار لأنه احنا انقسمنا من 2006، انقسمنا وبالتالي تراجعت الأمور. اليوم المستوطنين اللي في الضفة الغربية هم أكثر المستوطنين تطرفا، وهم اللي بيأمنوا بإسرائيل الكبرى. والمطروح اليوم عند الأحزاب اليمينية، يعني بيعملوا مؤتمر سنوي، هم في هذا المؤتمر السنوي بتحدثوا فيه عن متى يمكن ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، أو متى يمكن ضم يهودا والسامرة إلى إسرائيل. وفي إحدى المؤتمرات اللي أنا يعني وصلني رابط عنه، في هذا المؤتمر كان هناك خمس مخططات للضم،
هذا بنحكي قبل ما يحكي نتنياهو عن الضم وقبل ما يحكي ترامب عن الضم. المخطط الأول بيحكي عن ضم القدس والأغوار. المخطط الثاني واللي تبناه نتنياهو في الآخر. المخطط الثاني بيحكي عن القدس والأغوار والمناطق الواقعة خلف الجدار. المخطط الثالث، السيناريو الثالث اللي بحكي اللي طرح في المؤتمر، ضم القدس والأغوار والمناطق الخارقة خلف الجدار والمستوطنات. والمخطط الرابع بيشمل كل مناطق جيم. أما المخطط الأخير فهو ضم يهودا والسامرة بالكامل، أي ضم الضفر الغربي بالكامل. هم بيحكوا أنه في الآخر بنوصل للضم الكامل، ولكن وينتا المسألة مش مسألة أنه بدنا نضم ولا بدناش نضم، المسألة وينتا بنقدر نضم. وزي ما قال اليوم نتنياهو اليوم، كان لن أستطيع أن أضم الأغوار إلا إذا وافق الرئيس الأمريكي. عشان هيك بقول أنه الموقف الرأي العام الدولي مهم، وموقفكم أنتوا كجالية فلسطينية في التأثير على الموقف الأمريكي مهم كمان، أنتوا والعرب والمسلمين عندكم وأنصار القضية الفلسطينية، موقفكم مهم جدا في منع مخطط الضم. إحنا على الأرض هنا عنا إجماع فلسطيني عليه ضده، ولكن فيش يعني اتفاق على وحدة الأداة الأدوات، ولكن في على الموقف السياسي في إجماع فلسطيني، فيش ولا فلسطيني مع الضم. إحنا بدنا في أمريكا بالتحديد موقف مستند إلنا ضد الضم، لمنع إنهاء القضية الفلسطينية بشكل كامل. الموقف القبول المستوطنين، المستوطنين اللي هم مش قابلين في وجودنا، مش تقبلوا هم يكونوا يعيشوا تحت دولة فلسطينية. يعني بعتقد إنه اليوم الوضع صعب يا إخوان، الوضع صعب. إحنا بنحافظ على ما لدينا إلى أن تتغير الظروف الدولية والسياسية كلها، بلكي وحدتنا الوطنية عززت من وجودنا شوي إن شاء الله. يعني بس كم سؤال إن شاء الله، ونتركك حال سبيلك إن شاء الله، بلكي إن في خلال الأيام الجاية سمعنا خبر جيد بزوال كورونا إن شاء الله عن الجميع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يعطيك العافية. في عندي سؤال بيقول: تكلمت عن البؤر الاستيطانية الجديدة والتصدي لها، ماذا عن توسيع المستوطنات الحالية التي تنتشر مثل السرطان في كل أرض فلسطين؟ يعني بمعنى آخر، أي ما هو مستقبل الدولة الفلسطينية ضمن هذه الخريطة الديموغرافية الجديدة؟ يعني إحنا بندرك أنه إزالة المستوطنات مسألة قد لا تتحقق إلا بالحل السياسي أو بجيش عربي إسلامي قادم من الشرق. لذلك الكفاح الفلسطيني اليوم بقوم على إزالة الاستيطان من خلال الحل السياسي كشرط من شروط الحل السياسي، ولكن على أرض الواقع إحنا بنحاول نحافظ على وضعنا الحالي ما يتأكلش. يعني بنحاول نمنع تكوين الكتل الإسطانية، بنحاول نعمل نفشل مخطط التهجير القسري، بنحاول نمنع إنشاء مستوطنات جديدة وبؤر إسطانية جديدة، بنوقف وجه مسرط الأراضي. هذا هو مخططنا، الحفاظ على الواقع اللي موجود كأقل الخسائر. وأنا زلمة واقعي، مش يعني بدي أطرح والله إحنا تحرير فلسطين قدامنا ضايل أسبوع أو ضايل سنة أو إنشاء الدولة. أعتقد أن أمامنا كفاح طويل وكفاح مرير عشان نحافظ على قضيتنا من التصفية. واللي كان جايبه ترامب يا إخوان أخوات هو إنهاء القضية الفلسطينية، يخلف علينا أن نجحنا منه ومزطنا من تحت السكين، أنه منعنا تصفية القضية الفلسطينية بثبات الموقف الفلسطيني. اليوم مطلوب تعزيز هذا الموقف من خلال الوحدة الوطنية الفلسطينية والتفاف شعبنا حول هذا الموقف، حول موقف موحد ضد الضم وضد التهجير وضد الاستيطان. ويستطيع أن نحصل هذا الموقف الموحد يمكن يحصل على تأييد دولي أفضل
ومحاصرة الموقف الإسرائيلي لمنع تشريع عملية الضم ومنع عملية تشريع عملية صفقة القرن. أعتقد الوضع الأوضاع يعني أن الكفاح الفلسطيني بأدي نتائج منيحة، ولكن هذا الكفاح في الميدان مع الكفاح السياسي والاجتماعي، وإحنا مش في أحسن حالتنا، إحنا في أضعف حالتنا، بحاجة لجهود مضاعفة وبحاجة لجهود كبيرة، بحاجة لأمتنا العربية، بحاجة لجالياتنا الفلسطينية، وبحاجة لوحدتنا الداخلية. إذا هذول الأشياء تتحقق، أنا بشركم أنه إحنا نكون أقرب إلى الدولة الفلسطينية. لكن في أخواني، لما قلت لكم عن موضوع القدس، بأي شكل من الأشكال تنعمل القدس، إحنا أغلبية فيها برضو هذا الحكي، يعني بوادر تفاؤل. القدس الموحدة بشكل هالمنطقي، يعني إحنا شعفات موجودة في مخيم، شعفات موجود في القدس، وضاحية السلام موجودة في القدس، حتى لو أخرجوها بالجدار وحتى لو سحبوا البطاقات الهوية منها، عناتها في القدس بعيد 4 كيلومتر عن مركز المدينة، حتى لو أنه معطوهون هوية القدس، إحنا على الأرض موجودين، ممكن يسحبوا البطاقات منا، ممكن يسحبوا الهويات، لكن على الأرض إحنا موجودين في القدس، موجودين في فلسطين، وإحنا أغلبية. في المقابل كدس، في نقاط سلبية، في نقاط إيجابية جدا. لما بقول ما لم ينجحوا في تهجير فلسطيني واحد في الأغوار، هذه كمان قضايا إيجابية جدا. لما نكون منعنا إنشاء 12 بؤرة في العام 2020، هذه كمان قضايا مهمة جدا. لما بقول نجحنا في بناء بناء قرية حمصة 6 مرات في 3 شهور وما هاجرش ولا واحد منها، أيضا هناك إنجازات مهمة جدا. علينا أن ننظر إلى الكاسة نصها ملان نصها الفاضي، إلى نظامنا والعقبات اللي أمامنا، وإنه الساحة مش إحنا لحالنا فيها، في عدو من قوي جدا من الدول الكبرى مدعوم يواجهنا ويسيطر على كل شيء، وبالتالي بقائنا، ثباتنا السياسي أهم شيء، ثباتنا السياسي على موقفنا السياسي على موقف الحد الأدنى هو أهم شيء. أنا أعتقد أنه الأيام الجاية إن شاء الله فالانتخابات بتحصل، بنستعيد وحدتنا، وبعدها الأمور بتصير بشكل إيجابي لمصلحة الشعب الفلسطيني بإذن الله. شكرا لكم. كيف؟ مكتفي ولا بتحب تأخذ السؤالين قبل مشان نخلص إن شاء الله؟ طب جميل لي إياهن مع بعضهن، جوالهن مع بعض. طيب بلا أنا أخذت تبخيري لمدة نص ساعة قبل ما أبدأ اللقاء عشان أتحمل اللقاء، نص ساعة تبخيري. جماعتنا بدهم يعدكم، وإن شاء الله أنا بنشوفك على خير إن شاء الله. أنا متوقع إنه في آخر يوم، أنا في آخر يوم في الأزمة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. الحمد لله، إن شاء الله على سلامتك سلفا، وإن شاء الله بنشوفك قريبا، وبنشوفك على الأرض مدافع عنيد كما نعمل دائما. والجميع هنا بسلم عليك، كل الإخوة الموجودين عنا هنا بالقاعة. طبعا اللقاء هنا تم عبر أخذ الاحتياطات، يعني أننا أعداد محدودة عنا بالقاعة، لكن الأكثرية كانوا على الزوم، فكل الإخوة والأخوات لكم بالصالة وبالزوم بسلموا عليك، أتمنوا لك السلامة إن شاء الله، وبنشوفك قريبا. الله يبارك فيك، الله يسلمكم. السلام عليكم. شكرا لكم، مع السلامة. مع السلامة يا إخوان، تحياتي لكم جميعا.